وللتعرف على المزيد حول جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتفقده لعدد من مشروعات التطوير الحضرية بالقاهرة، تطلعنا على التفاصيل مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم. بعد التحية نتابع معكم تفاصيل الجولة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء بصحبة عدد من الوزراء والمسؤولين لتفقد عدد من المناطق بمنطقة القاهرة التاريخية، حيث كانت البداية مع تفقد عدد من المقابر المتواجدة في منطقة شارع صلاح سالم. قام بتفقدها رئيس مجلس الوزراء بصحبة الجولة المرافقة له والوزراء والمسؤولين. وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية لتقييم نقل المقابر من منطقتي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، وأيضا تأسيس وإقامة مقبرة الخالدين والتي سيتم نقل فيها رفات عدد من المؤثرين وأصحاب الإنجازات في التاريخ المصري لمكان لائق. ويعني تفاصيل هذه الزيارة جاءت بتفقد رئيس مجلس الوزراء هذه المقابر، والتي قامت أو غرقت هذه المقابر بفعل المياه الجوفية وأصبحت غير صالحة للاستخدام المخصص لها، وبالتالي جاء أيضا قرار النقل، حيث تقوم الدولة كما صرح رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ما يقارب من 20,000 مقبرة بديلة. والخطة الموضوعة من قبل محافظة القاهرة ورئاسة مجلس الوزراء هي تحويل هذه المنطقة، ولكن لطبيعة المنطقة لن يتم إقامة أي بناء كما أكد رئيس مجلس الوزراء، ولكن سيتم تخصيص هذه المنطقة لتحويلها لمساحات خضراء أو في إطار منظومة الطرق التي يتم إنشاؤها في هذه المنطقة. أيضا من المقرر أن يتم إنشاء متحف لنقل الشواهد الأثرية، وسيكون ذلك على يد يعني متخصصين لنقل الشواهد كما هي، وستكون بمثابة متحف سيتم زيارته من قبل المصريين والأجانب. أيضا استكمالا لهذه الجولة تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع حدائق الفسطاط، وهو المقام على مساحة تتجاوز 500 فدانا ليكون أكبر متنفس طبيعي في وسط القاهرة ومصدر جذب أيضا سياحي مع الموقع الاستراتيجي لهذا المشروع. كما تفقد أيضا رئيس مجلس الوزراء في إطار هذه الجولة مشروع روضة السيدة المقام على مساحة بتصل إلى 7.5 فدانا، وبيضم عدد من الوحدات السكنية والتجارية. والمميز في هذا المشروع أنه بيحافظ على الطابع المعماري الإسلامي. أما كانت نهاية الجولة مع تفقد أيضا شارع المعز، وبقت هذا في إطار تفقد أو عملية تطوير منطقة القاهرة التاريخية وتحويلها لمنطقة جذب سياحي تليق بطبيعة هذه المنطقة التاريخية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.